السيدة نورة محمد السيد فرغلي والمحامي الأستاذ علي بيومي حمدي. أهلا بحضراتكم. أهلا بك يا باشا. أهلا بك. البقاء لله و... البقاء لله. ربنا يلهمك الصبر. اللهم آمين. عايز أعرف بالظبط الأحداث إيه اللي حصل. أنا من بعد ما جوزي توفى بقاله 4 سنين متوفي نزلت اشتغلت، فوالدتي الله يرحمها كانت بتقعد مع أولادي، يعني معايا بنتين سندس وسلمى. سندس كانت 6 سنين وسلمى 10 سنين، فكانت والدتي مراعياهم يعني. فلما جت اتوفت بقيت بقفل عليهم عشان اقدر ان انا اروح شغلي. فقالوا لي والدي قال لي تعالي عيشي معايا وكده، قلت له لا انا عايشه وسط اهلي. كانت الناس يعني كانت متعاونه معايا وكانوا كويسين معايا، لكن اللي حصل اني انا لما باجي من الشغل بفتح عليهم الباب، فاي بنت صغيره بتبقى حابه ان هي تنزل تجيب حاجه، تقول لي يا ماما هنزل اشتري حاجه مش عارفه، فكنت بسيبها تنزل. يعني انا ما كنتش بنزلها اساسا تشتري حاجه ولا تعمل، بس اثناء رمضان كنت شايفه ان العيال يعني في الشارع وبيلعبوا مش عارف ايه، فتنزل تلعب مع شويه مع اصحابها وبتطلع. كانت كل 5 دقايق اقول لها تعالي طمنيني عليكي، لو انا بعمل حاجه ولا كده اطلع ابص عليها الاقيها واقفه تحت البيت. فحوالي نزلت حوالي الساعه 4:30، فضلت كل 5 دقايق تروح وتيجي لحد 5:30، كانت ساعه اثناء ما هي بتروح وبتجي لي كل 5 دقايق. من 5:30 لستة الا ربع ما جاتليش، الربع ساعه دي بقى حسيت كده ان انا قلبي اتقبض في حاجه، ما جاتش طبعا زي عادتها كل 5 دقايق بتجيلي، فما جاتش في الربع ساعه دي. فطلعت بصيت عليها من البلكونه ما لقيتهاش. فاثناء ما حطيت عليا حاجه ما كملتش 5 دقايق ونزلت على طريق ان انا انزل ابص عليها تحت، لقيت شبشبها مرمي في دخله البيت تحت. بنتي مش من عادتها خالص ان هي بتقلع حذاء من رجليها خالص حتى في البيت. فلما لقيت الشبشب حسيت كده ان في حاجه يعني مش من عادتها، فطولت مطرح ما بتقف مع العيال كده او بتشتري حاجه حلوه من الراجل اللي قدامنا كده شويه ملهاش اثر. بدات اجري في الشارع من هنا لهنا واسال عليها، والناس بدات ان هي تتعاون معايا وتدور. الكلام دوت كان يوم 27 رمضان، الكلام دوت قبل الفطار. فالبنات اللي هي كانت بتلعب معاهم قالوا لي ان في عيل جه نادى عليها وقال لها كلمي مامتك. فانا قلت لهم انا ما بعتش حد. راح قالوا لي لا ده احمد جه نادى عليها وقال لها تعالي كلمي مامتك. انا طبعا عايشه بقالي كتير في الحته دي بس انا ماليش خلطه بحد، يمكن اكتر الناس عرفتني من بعد ما جوزي توفى. جوزك توفى من امتى؟ بقاله 4 سنين. 4 سنين ساب لك البنتين؟ ساب لي سلمى وسندس. انت بتشتغلي فين حضرتك؟ انا بشتغل عامله نظافه. وبعدين؟ فماليش خلطه بحد، يعني رايحه جايه في شغلي قبل قافله بابي عليا ماليش دعوه بحد. فانا ما كنتش اعرف الناس دي. يعني لما قالوا لي احمد انا ما اعرفوش غير يعني كشكل، لكن كاسم وكطبع وكاي حاجه انا ما اعرفوش. فبدات الناس تدور معايا ومش عارف ايه والكلام دوت لحد بعد الفطور. فروحت بقيت في نقطه قدامنا كده في نفس الدايره بتاعتنا، نقطه بلغت فيها وبقيت جبت عربيه والكلام دوت لحد ما صبح عليا تاني يوم الصبح والناس كل ده في الشارع واحنا في الشارع وهو بيدور معانا. الولد اللي اسمه احمد ده الصغير بيدور معانا وبيقول انتوا عملتوا شوشره وعملتوا دوشه، اطلعوا وهي اكيد هتيجي دلوقتي. ده انا شايفها مع ناس ماشيه، بقى يشككنا بقى ايه في الناس اللي حواليها، مع 2 ماشيين شايفها مش عارف فين. كل ما يقول على حته كنا بنروحه كناش شاكين فيه اساسا يعني. لحد ما جيت تاني يوم الناس قالوا لي انت قاعده بتعملي ايه؟ طبعا عدى عليا الليل بقى وانا صاحيه وجبت عربيه وبقيت بنادي، وصحاب جوزي كتير تعاونوا معايا وراحوا حتت كتير قوي يدوروا فيها. راح الناس قالوا لي انت قاعده بتعملي ايه؟ قومي اعملي بلاغ في القسم.
واتهمي وقولي ان الكلام اللي قالوه لك بتاع العيال. فانا قلت لهم ده عيل صغير هياخدها يعمل بيها ايه؟ فقالوا لي لا لازم تقولي كده في المحضر. فاثناء وانا ماشيه الصبح كان حوالي بقى الساعه 11 وانا ماشيه رايحه النقطه بتاعت منى البصل، لقيت ست واحده قاعده جيم كانت من الشهود، قالت لي انا بنتي كانت بتلعب مع بنتك وانا بالصدفه طالعه البلكونه برد بكلم جوزي في التليفون ولقيت احمد جايب عجله وبيقول لي سندس تعالي كلمي مامتك عايزاكي عند البيت. قلت لها طب تيجي معايا تشهدي بكده؟ قالت لي ماشي اجي معاكي اشهد بكده. قلت لها طب ماشي. رحت النقطه واثبتت الكلام فعلا في الاسم وقلت على كل اللي حصل. نزل معايا اتنين ظباط نزلوا معايا الشارع عندي هناك وبداوا ان هم بقى ايه يسالوا وايه اللي دار ومش عارف ايه والكلام ده. ففجاه لقوا احمد اللي انا كنت قايله عليه دوت معدي، فقالوا له تعالى يا احمد العيال اللي كانوا بيلعبوا مع سندس البنات بيقولوا ان انت جيت قلت لها تعالي كلمي مامتك. الولا انكر وقال لا، مع اني بعلم قبليها بيوم وانا بدور عليها بعد الفطار كان هو واقف في البلكونه لما البنات قالوا لي رجعت له وقلت له انت رحت ناديت سندس قدام الناس؟ قال لي ايوه انا ناديتها لاني اختي الصغيره كانت بتلعب معاهم. اخته جي اساسا اصغر من سندس ما بتنزلش الشارع. واثناء ما انا بدور عليها جيراني قالوا لي اطلعي الناس دول مش كويسين، اطلعي فتشي عندهم فوق. فانا عمري في حياتي ما طلعت عندهم ولا اعرفهم. قلت لهم يا جماعه هطلع افتش ازاي؟ قالوا لي لا افتحي ليكي حق ان انت تفتحي باب اي حد وتدوري على بنتك. المهم طلعت بالفعل، اخدت 2 جيراني من البيت وطلعت بالفعل. وانا طالعه لقيت اللي هي علا دي ومعاها اختها الصغيره. مين علا؟ اللي هي المتهمه الثالثه. لقيتها راحت فاتحه لي الباب من نفسيها وقالت لي تعالي خشي فتشي، مع اني انا ما تعرفش ان انا طالعه افتش. فتحت لي الباب وقالت لي تعالي خشي فتشي. فانا طالعه بلهفه وعماله بنادي على سندس يا سندس يا سندس انت فين؟ رحتي فين؟ كان معايا جارتي دخلت معايا البيت وكان معايا واحده تانية طلعت على السطح تبص، بس كانت الدنيا ليل كانش حد شايف حاجه بقى، طبعا السطح ضلمه وما شافتش حاجه، بس هي كان باين على وشها ان هي مرتبكه في حاجه يعني مخضوضه. فبسال البنت الصغيره بقول لها يا حبيبه اللي هي بيقولوا ان سندس كانت معاها، بقول لها يا حبيبه انت كنتي بتلعبي مع سندس واخوكي احمد جه ناداكي وقال لك تعالي عشان خاطر تكلمي ام سندس يعني انت وسندس مع بعض؟ فالبنت ما ردتش عليا، راحت هي قالت لها قولي لها يا حبيبه ان انت كنتي بتلعبي مع سندس واحمد جه ناداكي. راحت البنت عملت لي كده بالمخ يعني ده ما حصلش. فانا قعدت ادور على بنتي في الشقه وابص هنا وابص هنا وابص هنا ما لقيتهاش. فاضطريت ان انا انزل انا وجيراني واكمل التدوير في الشوارع بقى لحد بقى تاني يوم الصبح لما رحت وعملت بقى محضر ونزلوا معايا 2 ظباط بالفعل وقعدوا يسالوا. طبعا ابو احمد عندي بتاع حاجات حلوه اللي سندس كانت بتوقف بتلعب عنده سالوه قالوا له سندس جت اشترت منك امتى حاجه واحمد ده جه قال لها ولا لا وانت شفت ايه والكلام دوت. قال لهم ان هي بالفعل كانت بتلعب قصاد البيت وجت اشترت مني حاجات حلوه وبس انا ما شفتش ان احمد جه قال لها تعالي كلمي والدتك، بس العيال بيقولوا والجاره دي اللي شافت بتقول. لحد ما قعد بقى يعمل تحريات والكلام دوت اخدوني انا وسلمى معاهم في العربيه واخدوا احمد دوت. هم شكوا فيكي ليه البوليس؟ ليه شكوا فيكي؟ يعني هو ده شغل البوليس، ان من العاده او من كتر الجرائم اللي بنسمعوها ان الام ساعات بتتخلص من بنتها، من كتر الجرائم اللي بتحصل لازم كان ده طبيعي ان هم يشكوا فيا. رحت معاهم وبداوا يسالوني كنت فين اثناء ما بنتك نزلت، حكيت لهم باللي حصل باللي انا حكيته دلوقتي.
وقلت لهم ان انا كنت بعمل اكل وكانت بتجيلي باستمرار، وفجاه الربع ساعه دي ما بقتش بتيجي، فانا قلقت ونزلت دورت، حكيت كل اللي حصل. قالوا لي طب خلاص ماشي. قعدت معاهم شويه وبعد كده الكلام دوت بقى كان قبل الفطور، يعني قعدت من الساعه 11 ونزلوا معايا التحريات ومش عارف ايه، ورجعت تاني على القسم، وقبل الفطور قالوا لي طب هننزل معاكي قوه تفرغ الكاميرات اللي في الشوارع عشان نشوفوا البنت طلعت بره الحته ولا لا. بالفعل فرغوا الكاميرات كلها، مفيش اي اثر. انا رحت انا ومخبر في حته، وكان اخويا واحد تاني في حته، وكان جوز اختي واحد تاني في حته، كلنا كنا بنفرغ الكاميرات، مفيش اي اثر لسندس ان هي طلعت او دخلت من اي حته، ما بنتش. فقالوا ان هي كده ما طلعتش من الحته، يعني هي كده موجوده. المهم راح قال لي طب بصي، كان خلاص بقى المدفع قرب يضرب، ده كان اثناء تاني يوم بقى. قال لي طب روحي روحي وبعد الفطار تعالي لي. كان هم هنا بقى اخذين احمى ما سابوهوش، اخذينهم حاجزين، طلعوني انا وبتش بس. طلعنا بعد الفطار، رحت لهم اللي هو ده كان تاني يوم بقى. رحت وقعدت وبدأوا ان هم يكملوا معايا كلام وتحقيق ومش عارف ايه والكلام دوت، وقالوا عايزين البنت اللي قالت ان احمد دوت هو اللي قال لسندس تعالي، كانت في بنت صغيره. انت كل ده مش شاكه في حد خالص لسه؟ ولا اتهمت اي حد. بس انا اتهمت الكلام اللي العيال قاله لي، ان البنات قاله لي. فقلت لهم مش انا اجيب لكم البنت اللي هي قالت كده، اسمها ريتاج. راحوا باعتين ظابط اخدها واخد مامتها، قالوا لها احنا ناخدوك لمجرد شهاده بس. جابوا البنت بالفعل هي والدتها، قعدوا يسالوا البنت ويتكلموا معاها، والبنت حكت باللي دار ومش عارف ايه، ونزلوا اخدوا علاء اللي هو المتهم بقى الاول ده. نزلوا اخدوه، هما كانوا نازلين ياخدوا اخته، فهو تشاجر معاهم يعني، وقال لهم لا انا اللي هاجي. طيب حضرتك البوليس اكتشف ازاي الواقع بالنسبه للمبادئ؟